حرام يا ماما. جمعني يا روح قلب ماما. كنت عايزه احكي لك على موضوع كده. احكي لي يا ضلمي. هو اصل في حد. حد ايه؟ عريس؟ بجد والنبي عريس؟ عرفتيه امتى؟ وشفتيه ازاي ده؟ وانت ازاي بتتكلمي حد من غير ما تقوليلي؟ ما كلمتش حد وبعدين خليتيه عريس فجأة؟ انت عارفه انا ما بعملش الحركات دي. مال مين ده؟ ده هو دكتور. دكتور؟ بتكلمي بجد؟ يا رب اجعله من نصيبك يا رب، يا رب اجعله من نصيبها يا رب. الحمد لله يا حبيبتي دكتور. احكيلي. انا لسه ما عرفتوش كويس يا ماما. طب عرفتيه ازاي؟ يعني هو بصراحة حصلت مشكلة كده بينا في الحضانة صغيرة يعني. ليه؟ مش صغيرة قوي، هي كانت خناقة شرشحت له فيها، معرفش عجبته على ايه. ليه؟ ليه يا بنتي؟ اهو اللي حصل بقى. وبعد كده لقيته جاي الحضانة تاني بحجة عيد ميلاد ابن صاحبه، وبعدين لقيته بيقول لي اوصلك بعربيتي، قلت له لا يمكن. لا يمكن ليه؟ ما تركبي يا فوزية. لا طبعا. وبعدين؟ بس وقال لي بقى ان هو عايز يجي يقابلك يتعرف عليكي، قلت له خلينا ناخد فرصه ان احنا نتعرف على بعض الاول. دكتور وعربيه؟ يا رب يا رب تهديهولي كده وافرح بيك يا بنتي معايا. يا رب دكتور وعربيه، دكتور وعربيه. هو ده كل اللي همك؟ ايوه دكتور وعربيه، وان شاء الله ان شاء الله يكون عنده عياده. عنده عياده يا بنت؟ ما اعرفش. ما تعرفيش؟ ان شاء الله يا رب يكون عنده عياده، يبقى دكتور وعربيه وعياده. بس لازم تعرفي، هتعرفيه ان شاء الله وتعرفيه كويس قوي وتطمني له وتطمني لاهله وكل حاجه، وهتتجوزيه وهتحبيه وكل حاجه ان شاء الله بدعوتي كده ليكي باذن الله. بس انا شايفه يعني الابتسامه اللي انا شايفاها على وشك دي ما شفتهاش في الخمس عرسان اللي فاتوا. انا عايزه بس نتعرف على اهله، نشوف هنحبهم هيحبونا، ما يحبوناش ما نحبهمش. لا طبعا ان شاء الله هنحبهم، بس خدي وقتك واعرفيه كويس واعرفي اهله برضه، من حقك يا حبيبتي عشان تبقي مطمنه برضه. انا يعني مش عايزه اتكلم في الحاجات دي، بس ان شاء الله يعني هيجيبوكي باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. مش كده؟ هيجيبوكي صح؟ اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجه تفوتك.